حقيقة اختار فكرة. وأن نشعر بأن المجتمع هو من يحمي أصول الشركة فيما لو تعرضت لأي إضرار أو أي تحدي. شكرا على لفت الأنظار له. وأريد أن أؤكد أيضا على جانب شيخ خالد اللي هي فكرة ضمور لدور الدولة بسبب أحيانا البيروقراطية وربما شوي تجاه المجتمع. هذا التساؤل يقولني أيضا يعني إلى أن هناك شركات كبرى كما أشرت